السلام عليكم ورحمة الله، كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. إن شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض، نكمل مع بعض أفكار رمضان. اشتغلت هنا على الهلال ده بخيط مكرمية مصري، واشتغلت بيه بإبرة رقم 5. هنبتدي بالنجمة الأول، هنثبت الخيط فيها بس الفتحة صغيرة بتاعة النجمة، فدخلت الخيط بإبرة أصغر، وبعد كده اشتغلت بقى بالإبرة بتاعتنا تاني اللي هي رقم 5. والخيط اللي هو المكرمية المصري ده تحس ان هو بلاستيك شوية مش قطن، وله معاملة خاصة لما بنيجي ننضفه. هنبتدي نشتغل 4 سلاسل على النجمة بالطريقة دي كده، وهنبتدي ان احنا نلزقه في نشتغل على الهلال. بحط الخيط ورا الهلال، يعني بحط الخيط ورا الهلال اللي انا ماسكاه، والإبرة قدام الهلال. ادخل بقى في الفتحة بتاع اول فتحة تقابلنا، وهشتغل عليها غرزة حشو بسيط خالص. غرزة الحشو اخد لفة واخد لفة تانية واطلع من اللفتين اللي على الابرة دي غرزة الحشو. في كل فتحة هعمل 2 غرزة حشو داير ما يدور الهلال، بسيط جدا جدا. والخيط اللي ورا ده هننضفه كويس ونشوف هننضفه ازاي، نعقده وننضفه. وهندخل بقى في الفتحة التانية دي، هنعمل غرزة حشو، وهعمل المكان اللي هعلق منه الهلال. يعني هعمل كده سلاسل عشان لما اجي اعلق الهلال اركبه في مسمار مثلا او حاجة يبقى سهل. عملت هنا 10 سلاسل، ودخلت في نفس الفتحة عملت غرزة حشو في نفس المكان عشان يبقى شكل متناسق لما اجي اعلقه. وممكن الخطوة دي تستغني عنها، تدخلي خيط عادي تعلقيه في الفتحة بتاعت اللي هو بتاعت الهلال دي عادي، لو دي صعبة. وهشتغل في كل فتحة 2 غرزة حشو. طبعا غرزة الحشو سهلة، بندخل في الفتحة بناخد لفة، يبقى معانا لفتين على الإبرة، واخد لفة واطلع منهم هما الاتنين. سهلة جدا، كنا شرحينها في فيديو خاص بيها. وده شكل الهلال لما عملناه. في كل فتحة عملت 2 غرزة حشو عشان يبقى شكله حلو متناسق. وممكن كمان نعلقه بالطريقة دي لو احنا مش عايزين نكمل، برضو شكله جميل، يعني مش وحش. ودلوقتي احنا هنشتغل عليه جزء المكرمية. انا قطعت الخيط طوله حوالي 70 سنتي. وخلي بالنا بقى من الخطوة دي، مهمة جدا. بعد ما اقص الخيط بمسك الولاعة وألسع الخيط طرفين الخيط كده عشان ما يكرش معانا. لو احنا سبناه الخيط هيبقى مفتل وهيبقى شكله مش حلو. بعدين بقى هعمل عدد من الخيوط واركبهم. انا كل خيط طوله وهو مفرد كده 140 سنتي، بحيث ان انا لما اتنيه هيبقى 70 سنتي زي الخيط اللي انا قصيته. وبنفس الطريقة اقص الخيوط، وبرضو ألسع كل الأطراف، ألسعها كويس بالمقص، ناخد بالولاعة وناخد بالنا كويس قوي. ودلوقتي بقى هنجيب كل خيط نتنيه طرفين كده مظبوطين بالظبط، وندخلهم في بالطريقة دي كده، بنسحب بالإبرة الكروشيه ونعمل عقدة كده اسمها عقدة تثبيت. ونكمل تركيب الخيوط. ركبت 11 خيط مجوز، وركبت في الاخر خيط طرف واحد بس طوله 70 سنتي زي الطرف اللي احنا سبناه. وقسمت 4 يمين و4 شمال، وخليت اللي في النص 16 خيط، قسمت كل واحد فيهم 8. وابتدي اشتغل بقى، ناخد طرف اللي هو طرف اليمين، طرف الخيط ده، ونشتغل عليه عقدة مزدوجة، غرزة المائلة المزدوجة. كل خيط باخده والف على الخيط اللي انا ماسكاه 2 لفتين، كأني بعقد الخيط مرتين. بمسك كل واحد عليه الدور والفه على الخيط اللي انا ماسكاه مرتين. ولازم يعني واحنا بنعقد الخيط كده ما نشدش العقدة قوي، ونمسك الطرف يعني على حسب الطرف الخيط اللي انا ماسكاه شكل الغرزة هيبان. يعني لو انا طلعت الخيط فوق شوية هتبقى الغرزة افقية مش مائلة زي ما انا عاملاه. واكمل بقى بالطريقة دي كده 8 الخيوط اللي انا مقسماهم. هي سهلة ان شاء الله، مش صعبة. ممكن كمان لو موضوع المكرمية صعب، ممكن نسيب الخيوط كده تبقى شكلها زي شراشيب ونعلق الهلال، يبقى شكله جميل برضو. لكن لو اشتغلنا زي الفيديو هيبقى سهل بإذن الله. واجيب الطرف بقى اللي هو الشمال ده،
انا معايا 8 خيوط، بمسك خيط واشتغل على 7 التانيين بنفس الطريقة، واراعي ان يعني نفس المسافة اسيبها عشان يبقى الشكل متناسق، واشتغل على كل خيط بلفه مرتين، بلفه مرتين بالطريقة دي. يعني الخيط بيبقى الخيط اللي انا ماسكاه فوق الخيط اللي انا هلفه، والف عليه مرتين، عقدة مرتين. المكرمية سهلة جدا جدا وظريفة، يعني مش صعبة. وبعدين بأمسك الطرفين دول وأعملهم مع بعض عقدتين بحيث إنه يبقى شكل مثلث كده معانا، وممكن نسيبه برضو كده ما نكملوش، يعني ممكن نكمل التصميم براحتنا بقى. أنا حبيت إن أنا أكمل التصميم تاني، أمسك الطرف وأكمل على الخيوط التانية برضو بنفس الطريقة. وياريت اللي ما اشتركش معانا في القناة وأول مرة يشوفنا يشترك ويقول رأيه في الكومنتات، بنرحب بأي ملاحظات. احنا شارحين الغرزة دي برضو في فيديوهات معانا، وأحلى حاجة في المكرمية كمان ان انتي لو عرفتي غرزة مش لازم تعمليها زي الصورة. يعني ايه؟ يعني انتي عرفتي غرزة دي وحبيتي ان انت كأنك بترسمي، يعني كأنك بتمسكي الخيط وترسمي شكل معين، مش لازم نفس الشكل بالظبط، مش لازم كل مرة نعمل نفس التصميم. الحلاوة في الـ يعني في الـ في الفن ده، في الكروشيه او في مكرمية او اي فن هاند ميد، ان انت بتحاولي ان انت كل قطعة بتعمليها بتبقى واخدة من روحك. يعني ايه؟ يعني مش لازم تبقى الصورة طبق الاصل من حاجة تانية. ممكن بقى كده وصلت لحد المرحلة دي كده، حبيت ان انا اكمل التصميم برضو بيبقى شكله، يعني حبيت ان انا اكمل شغل بنفس الغرزة بس بطريقة بقى ايه مختلفة. قسمت الخيوط تاني ومسكت طرفين الخيط برضو وعملتهم بنفس الطريقة بالظبط، ان احنا بنمسك كل خيط ونعقده مرتين. بفكركم ان دي اسمها غرزة مزدوجة مائلة، عشان لو حبيتوا تعملوا سيرش عليها برضو وتشوفوا الاشكال اللي احنا ممكن نعملها بيها، وممكن نعملها باي خيط مش لازم خيط مكرمية، بس طبعا الاحسن مكرمية عشان الغرزة تبان، الحلاوة بتاعتها تبان. وعملت بقى زي ما انتوا شايفين كده الفيديو موضح، يا رب يكون الفيديو بسيط وسهل يعني. وكمان الميزة ان انت ممكن يعني تستغني عن ان انت تشتغلي على المكرمية دي، ان انت بعد ما تشتغلي الكروشيه على الهلال يتعلق عادي يبقى شكله حلو مش وحش. ونكمل هنا، انا كملت التصميم كده بالتبادل كده مرة يمين ومرة شمال بحيث ان هو يدينا شكل اللي هيبان في الاخر معانا في الفيديو. وممكن كمان نكمل بالغرزة دي لحد اخر الهلال، وممكن نكتفي بكده. انا هنا في الاخر خالص بنمسك الطرفين ونعقدهم في بعض عشان يثبت الغرز، وده اللي احنا وصلنا له، ده الشكل النهائي. وطبعا بعد ما نشتغل لازم نظبط طول الخيوط مع بعض، وياريت بقى نشترك ونفعل الجرس ما تنسوش عشان يوصلكوا كل جديد. ولو عجبكم الفيديو ياريت يعني لو يستاهل لايك ياريت يعني وكومنت وشير. وده الشكل النهائي الفيديو، رب يكون عجبكم، والسلام عليكم ورحمة الله.